حضرت. حمسني شكرا قوي ان هي اغنيه مختلفه عن كل الاغاني اللي انا ممكن اكون قدمتها قبل كده. كلامها مختلف والشكل الموسيقي كمان اللي اتحط لها مختلف عليا، يعني حسيتها على بعضها كده حاله منفرده شويه عن كل الحاجات اللي انا ممكن اكون قدمتها قبل كده، وعجبتني ويا رب تعجب الجمهور زي ما هي عجبتني. كان المفروض ان انتوا هتعملوا كليب للاغنيه وبعدين اجلتوا الفكره. احنا كنا مقررين طرح الاغنيه على عيد الاضحى، كل سنه وانتم طيبين. وطبعا الوقت ضايق شويه ان احنا نصورها فيديو كليب، لان احنا مرتبطين كمان بانها هتنزل كولتون ورينجتون ويعني ارتباطات تانية، فما كانش ينفع نتاخر. فان شاء الله احنا هنعمل لها دلوقتي بس الفوتو سيشن، وبمجرد ما يجي الوقت اللي نقدر نصور فيه الفيديو هنصوره على طول ان شاء الله. يعني ممكن بعد شهر او حاجه تقريبا، ممكن في الوقت ده باذن الله. في البوم برضه انت شغاله عليه حاليا، كنا عايزين نعرف ايه اخر التطورات. احنا حاليا في مرحله التحضير، بنسمع بنختار لسه الاغاني، ما اخترناش اسمه، ما اخترناش لسه شكل موسيقي معين للاغاني، بس احنا بنسمع. يعني هيبقى في برضو اغاني دينيه، اغاني رومانسيه؟ لا، الاغاني الدينيه يعني شويه، انا الفتره اللي فاتت قدمت اكتر من اغنيه دينيه، فمش مش هغني ديني في الفتره دي، ولا اغنيه وطنيه، بس الاغاني بقى الاجتماعيه او الاغاني اللي هي، بص، هي فكرة ان الاغنية عاطفية او رومانسية مش هذه الموضوع. يعني مثلا شكرا قوي، في ناس تقولك اغنية رومانسية شكرا قوي، شكرا قوي مش اغنية رومانسية. شكرا قوي اغنية تقدر تقول عليها اغنية عتاب، زعل خفيف كده، اتنين بيقطعوا بعض علاقة بتنتهي مثلا، بس بتنتهي بشكل لطيف ودمها خفيف. مش 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 مانع ان انا اغني عاطفي او رومانسي خالص، بس الاقي الفكرة الحلوة اللي تخليني اغنيها هغنيها، مش هقول لا، ما عنديش تحفظ على ده. يعني برضو بالنسبة للتمثيل، هل خطوة التمثيل في يعني من اولوياتك او بتفكري فيها؟ طبعا خطوة التمثيل تهم أي فنان، يعني أي مطرب لما بيحب أنه يرسخ تاريخه الفني حقيقي يعني بيلجأ للتمثيل. يعني كل العمالقة الكبار اللي هم على مر الأجيال، المطربين الكبار بعد ما بيمر عليهم فترة معينة فنية بيحبوا أنه هم يلجأوا للتمثيل، لأن الصورة بتبقى قصاد عين المشاهد على طول، بالذات لو بعمل حلو. فالتمثيل بيرسخ تاريخ المطرب يعني الفني، فياريت طبعا ان شاء الله. بس يعني يتعرض برضو عمل، ما هي الفكرة ان انا ممكن امثل من كذا سنة فاتت، بس هي الفكرة انه لما يتعرض حاجة تخليك حاسس ان دي هتضيف لرصيدك مش هتقلل منه كفنان، دي مهمة قوي. حضرت اقوى موقع فني في مصر.